السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا وين عمي حسين جناد دائما وين يضرب قوتا قوت، يضرب هذا العصابة تاع كرة القدم وهذا الانتهازيين أصحاب مصالح شخصية قوتا قوت. اليوم فتح على عمار بهلول وين يهوى الصراعات، لكن فاشل يهوى الصراعات بصح فاشل، ما كان والو مسكين بعد الصراع الذي وين جبد له التاريخ تاعو تاع يهوى الصراعات بصح فاشل، ما ينجحش، خاسر، يقلع خاسر، مهم يبي هكا ويقلع خاسر. وين بعد الصراع الذي دار بين عمار بهلول والحاكم الدولي الليبي السابق عبد الحكيم ابراهيم، الحاكم الذي سبق له وأن أدار مباراة الجزائر المغرب في الكان تونس 2004، وهي المباراة التي ضيعنا فيها التأهل في الثواني الأخيرة، وإن فاز الليبي في نهاية المطاف ووصل لعضوية الكاف، يعني وخرج سي عمار بهلول فارغ اليدين. الرجل لم يستسلم وجدد الصراع مرة أخرى، لكن هذه المرة طمع في ترأس الرابطة الجهوية لعنابة في حال مغادرته الفاف، بما أنه يعلم علما يقين أن الوصول لذلك لم يتم إلا بعد إزاحته للرجل النزيه السيد أحمد مباركي عليه رحمة الله، فدخل معه في صراع والنتيجة يعلمها الجميع، بما أن الرجل يهوي الصراعات الرياضية الفردية والجماعية، فبمجرد علمه بأن رئيس الفاف الحالي لن يترشح للعهدة أخرى حتى كبر طموحه وأصبح يفكر في وصول لكرسي رئاسة قصر دالي إبراهيم، وبما أن وصول لهذا المنصب يتطلب دخول في صراع مع جهات عليا، فإن الرجل لم يستسلم وعقد ندوة صحفية بدل رئيسه، متحدي هذه المرة وزير الشبيبة والرياضة الذي يرفض التغيير قائلا أن قال نظام المنافسة الجديد لابد أن يطبق. وين هذا عمار بهلول وين أصبح يعني دخل في متاهات، وهذه هي بنادم كيكون أعمى كيتعمى ربي كيدير له يركعه، بعد يركعه على يديه يركعه في الفساد. وفي حمل وين قالوا لابد ان هذا المشروع تاعو لابد ان يطبق عليه، كاع قال لك راحوا الثروازيام بوزيسيون، الثروازيام بوزيسيون هذه تعاونه يطلعوا له تما تخدم له المشروع تاعو تاع مكاش النزول وطلع. وين يضربها بزوج زوج تاع الافواج في الناسيونال دو، فوج الشرق غرب وفوج الشرق، قلت لك شرق غرب وسط غرب وسط شرق، شو كيفاش باغيين كيما هكا يديروا باش يكون على بالكم، ويطلع فماك كي يدير دو جروب في الناسيونال دو، فماك تكون عنده الفرصه تاعو باش يزيد يطلع كاع لي زيكيب اللي راه متهم معاهم، اللي راه متهم معاهم المشروع تاعو، وزيد فانيك يحوسوا على دو جروب في الناسيونال دو باش يردوا يديهم، خاطش ورا متهم معاهم، نطلعك ونرد يديك، عاطينو الولاء باش يكون على بالكم. وشاهدنا كيفاش وين دخل في صراعات مع جهات عليا، فإن الرجل لم يستسلم وعقد ندوة صحفية بدل رئيسه. نورمالمون رئيس اتحادية هو اللي يهدر شكاين مشاريع شكاين، لا جا هو مكلف الا من مكلف بين التخلاط، مكلف بالتخلاط. جا هو بغى يخدم، جا هو ولا يخاطب ولا يحط في مشاريع، ويا لا لازم مشروع تاعو هذا يحطو الجمعيه العامه، هو ماشي مقيمين كاع الجمعيه العامه، قيموا الجمعيه العامه في طول المشاريع تاعهم، في طول المشروع تاعهم
راحوا قيموا رسلوا لهم قالوا رسلوا لنا استشاره. انتوا ما كنتوش قاعد تقيموا، درتوا غيرتوا قوانين، بغيتوا تغيروا قوانين، وجدتوا غيرتوا قانون المنافسه، ما عرضتوهمش على الجمعيه العامه. هي نورمالمون تعرضهم على الجمعيه العامه ويكونوا عندهم دراسات وبعد يعاودوا باش يصادقوا. انتوا ما ديريكت تقاوتوا انت وذاك الفار الاحمر، زدتي وذاك الفار الاحمر هذا بهلول، زادوا دبروا قيل الشوفير داروا له عضويه وهودوا هما خمسه ديجا لي سنياو غير قانونيين، لي سنياو غير قانونيين، ها باش يكون على بالكم. ويسنك باش متحدي هذه المره وزير الشبيبه والرياضه الذي يرفض التغيير، ويتكلم هذا عمار بهلول قائلا نظام المنافسه الجديد لابد ان يطبق. هي نورمالمون زاتشي ويهدر في حمله انتخابيه واضحه المعالي مثل ما جاء في الرد محمد زرواطي لدى استشارته من قبل الفار، وان زرواطي ضرب عليهم الدور قال لهم. فبعد فشله امام الليبي في بلوغ اروقه الكاف وخروجه صفر اليدين من صراعات مع العنابي عليه رحمه الله السيد احمد مبارك ربي يرحمه، هل سيفرض السي عمار هذه المره منطقه ويطيح بتعليمات الوزير الشبيبه والرياضه ويتمكن من تغيير نظام المنافسه رغم ان السلطه؟ هذا ما سيحدث، وين هذا وين نقولوا بلي هذا ما سيحدث في الساعات القادمه. غادي نشوفوا دروك الى ذا الناس الى ذا هذا بهلول افرض مشاريع تاعو على الدوله. واحد من حقه يربط كابتو ويروح يقطع البحر. الى شتنا هذا بهلول رفض افرض روحه على الوزير وفرض روحه على الاتباع للسلطه العليا. يا بدو كاباتنا والله يسهل، والله يسهل على كل واحد. هذه اللي نقولها انا والله العظيم، مو نشوف هذا والله العظيم الى خططت لها. يا عشعشه يا ويلس يا شعيبيه، كاين ثلاث مطارات تاع قلاليل، ثلاث مطارات تاع قلاليل والله جراودي، وحنا منا عندنا كل السهل، كل السهل والله جراودي. غادي نقولها لكم زعما الى هذا بهلول مشي فارض روحو، ما كاش فارض روحو على خمسة تاع لي زيكيب في الطارف تبقى على خير. هو ما كاش فارض روحو على خمسة تاع لي زيكيب في الطارف، يجي اليوم يفرض روحو على وزارة الوصية. قادر انا نروح نحكم فيك، قادر انا فيك نعطي قوانين تاوعي ونولي قالب العداله ونولي قالب الصلاح. ها والله الا نضرب هذه عينه، نقولها عينه. انا راني كتبت للوزير، كتبت له واحد الكلام وراه شافه الحمد لله يا ربي شافه، كتبت له واحد الكلام على ذا بهلول على المنظومه هذه. راني كتبت شويه، كتبنا شويه بالك ان شاء الله يفهم كلامنا واحد المعاني يعطيناهم له، بالك شويه يفهمهم اللي داير التصويره تاع الامير عبد القادر وحاط الكتاب تاع 60 يفهم المعنى. هذه اللي نقولها هادشي عليها اليوم. نقولوا بلي الاتحاديه اللي الناس بينت الفشل تاعها، بينت الفشل. شو كي مشاوها مراحل مشاوها، هادشي عليها. كي تشوف نتايا تشوف الكراس مازال، تشوف تروا بوا ما بين لمسيه والياسمع مازال، تشوف انديه كبيره اللي راهي مدانه من طرف مدربين ولاعبين والفيفا راهي تراسل وتعاود ناس في الاتحاديه مازال ما اتصلوش بالرؤساء النوادي باش يقولوا لهم ولا راهم لاهيين مخلينهم ما على بالهمش كاع. مال اليوم نقولوا الى ذا بهلول فوت المشروع تاعو. تما نسكت والله لا سكت على ما زيت نهدر على زاتي وما زيت نهدر على بهلول. وهذا نولي معترف بهم
خاطش فرضوا رواحهم، إلا فوتوا القانون، إلا فوتوا، إلا فوتوا القانون تما نولي معترف بهم، تما فوتوا قوانين شا كانوا باغيين يديروا فوتوه. وأنا على بالي بلي كاين الوزير راه يقارئ لهم من بعد يضرب، هذه اللي رانا مأمنين فيها، يقارئ من بعد يضرب، هذه جماعة بارطاجونا لي فيديو، عطونا لي جيم لي كومونتير، ماذا بكم بارطاجو ماكسيموم خاصة هادو لي فيديو يوصلوا 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 إن شاء الله، بارطاجو ماكسيموم، صحيتو خاطش على الناس محزمة روحها على بالك، بلا ما راحوا إن شاء الله بربي.